مشاهدينا بنرحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات، التحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هيشاركنا النهاردة في قراءة تحليلية لأهم الأخبار والصحف النهاردة الثلاث ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. صباح الفل أستاذ صبري، منورنا دايما في صباح البلد. سعداء بوجود حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وصباحك أبيض. النهار سعادة إن شاء الله ورضا عليك وعلى المصريين يا رب. يا رب جميعا كل عام وحضرتك طيب وألف خير، ومصرنا الغالية بألف خير يا رب. وخلينا نبتدي مع حضرتك جولتنا في صحافة النهاردة والسادة المشاهدين من أخبار مبادرة رئاسة الجمهورية 100 يوم صحة، حيث تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها في جميع محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه وفقا للتقرير فإن الحملة قدمت خدمات لأكثر من 75,000، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك ب 11,435 خدمة تليها محافظة الدقهلية. كما قدمت الحملة خدمات لدعم صحة المرأة بجانب خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة. الحقيقة أستاذ صبري وإحنا بنتكلم عن يعني الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، مهم جدا إن إحنا نلقي قيدة ومضات سريعة على أهم الملفات اللي شهدت تطور كبير ومن ضمنها ملف الصحة. صحيح. وأنا بتكلم عن حملة 100 يوم صحة، هي استكمال لحملة 100 مليون صحة اللي المؤسسات الدولية العالمية أشادت بيها، وهو استكمال لتحسين حياة المواطن وصحته وتحقيق أيضا مفهوم التنمية المستدامة. كان لدينا 5000 وحدة رعاية أسرية، لدينا 500 قافلة، أكثر من 700 مستشفى بتشهد هذه المبادرة الهامة. أستاذ صبري، كيف ترى حرص الدولة المصرية على الاستمرار في المبادرات الرئاسية الصحية بالرغم من كل التحديات والأزمات الراهنة؟ هو مبدئيا كل سنة والشعب المصري كله بخير، والأمة العربية والأمة الإسلامية بمناسبة ثورة 30 يونيو أو كمان يوم 3/7 أو 3 يوليو، اللي هو فعلا كان يوم مفصلي في تاريخ المنطقة العربية كلها وفي مصر تحديدا. وبالمناسبة دي إن قبل التاريخ ده كان شيء وبعد التاريخ ده شيء تاني خالص فيما يخص كافة الملفات في الدولة المصرية والمنطقة العربية. وخلينا نتكلم عندنا الملف اللي بين إيدنا دلوقتي وهو موضوع الصحة. والصحة هي يعني تقع ضمن الهرم أو أعلى حاجة في الهرم الحقوقي فيما يخص حقوق الإنسان، اللي هو فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. المبادرة 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية فيما يخص ملف الصحة والعلاج فيما يخص للمصريين دي طبعا شيء مهم جدا، وبيدخل لو قلنا ضمن مفهوم الشامل لحقوق الإنسان أو حقوق المواطن المصري، وأهمها الحصول على خدمة صحية تليق به، مناسبة و جيدة يعني جيدة وما تكونش غالية، خاصة في ظل ارتفاع الخدمات الطبية. إن الحملة دي كمان أستاذ صبري هي بالمجان لكل من يعيش على أرض مصر، يعني حقيقة 25 يونيو الماضي، بس هي الحقيقة ودي دايما عادة يعني الدولة المصرية إنها بتقدم الخدمات مش بس للمصريين ولكن لضيوف مصر أيضا الموجودين فيها. ده حقيقي وده طبعا يعني يحظى بإشادة وترحيب المجتمع الدولي. منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرة ديت لأن هي بتشمل كافة المقيمين على الأراضي المصرية زي ما تفضلت حضرتك، سواء لاجئين أو مهاجرين. وخلينا نقول تاني أن مصر بتستضيف أكتر من 9 مليون مهاجر ولاجئ على أراضيها، كل دول بيحصلوا على الخدمات الصحية أو الخدمات الطبية بالمجان في المستشفيات العامة وبيستفيدوا من المبادرة دي. وده طبعا يعني بيحظى باهتمام وترحيب منظمة الصحة العالمية ومفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. مظبوط. طيب اسمح لي أستاذ فضل. صبري ينضم إلينا الآن في هذا الحوار الهام عبر يعني الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان. صباح الخير دكتور حسام وكل عام وحياتك طيب. دكتور حسام حياتك سمعنا جيدا؟
سامع حضرتك يا فندم، حضرتك سامعني؟ دكتور حسام، يعني واحنا بنتحدث عن المبادرات الرئاسيه الصحيه الهامه التي توليها القياده السياسيه اهتمام كبير، ويمكن كنا منذ قليل انا وضيفي الكريم الاستاذ صبري عبد الحفيظ بنتحدث عن مبادره 100 مليون صحه التي كانت لها الاشاده الاكبر من المؤسسات الدوليه، وايضا احنا هنا كمصريين كلنا لمسنا يعني الخير الكبير وازاي يعني الحمد لله تخلصنا من هذا الوباء اللعين فيروس سي. حضرتك حدثت عن أهم النتائج التي حققتها حتى الآن مبادرة 100 يوم صحة، وهي استكمال لمبادرة 100 مليون صحة. تحية لضيفك الكريم. الحقيقة أن مبادرة تكثيف دكتور حسام، هو بس للأسف يعني أعتقد أن الشبكة فيها مشكلة ما، لأن إحنا مش يعني عايزين نسمع حضرتك بوضوح. طيب دكتور حسام، سنعاود الاتصال بحضرتك ان شاء الله. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان، تفضل استاذ صبري يعني الى ان نعاود الاتصال مره اخرى. هي طبعا السيد الرئيس تقدم بمجموعه من المبادرات في القطاع الصحي تصل تقريبا لحوالي. طيب انا عذرا استاذ صبري، ولكن عاد الينا مره اخرى دكتور حسام عبد الغفار. دكتور حسام عبد الغفار. ايوه يا فندم. ايوه، يعني كنا بنتحدث مع حضرتك عن اهم النتائج التي حققتها مبادره 100 يوم صحه حتى الان، وهي بدات من 25 يونيو الماضي. يعني بعد التحيه لحضرتك ولضيف حضرتك الكريم، كل سنه ومصر والمصريين والعالم بخير يا رب. حضرتك طيب. الحقيقه مبادره 100 يوم صحه هي احد المبادرات الرئاسيه التي بيتم من خلالها مجموعة من الأشياء، ولها أنها ليست موجهة لفئة معينة من المواطنين، لكنها موجهة لكل المواطنين المصريين 104 مليون اللي أعلن عنها وزارة التعبئة والإحصاء، بالإضافة لضيوف مصر من المقيمين على الأراضي المصرية. تهدف المبادرة لتكثيف الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة المصرية في مجال الصحة. المبادرات الرئاسية اللي زادت عن 14 مبادرة هي كلها مشمولة في مبادرة 100 يوم صحة، اللي هي عبارة عن بالضبط احنا بنقول للمواطن انه وزارة الصحة معاك من اول يوم، من منذ ان كنت جنينا في مبادرة الرئيس صحة المرأة والجنين الى ان المبادرة المتعلقة بيتقدم في العمر، والمبادرة المتعلقة بالكشف على المسنين، مرورا بكل المبادرات الرئاسية. ده جزء من حملة 100 يوم صحة. الجزء الثاني وهو الجانب الوقائي يتعلق برفع معدلات التطعيمات، سواء التطعيمات الأساسية أو التطعيمات التي تقي المواطن وترفع من مستوى الصحة العامة، بالإضافة إلى أيضا جانب وقائي وهو الاهتمام بالتخلص من نواقل الأمراض زي الحشرات والقوارض في أماكن التجمعات وفي غيرها. ويمكن إحنا بدأنا المبادرة قبل العيد على طول، وجزء منها المرور على المجازر وأماكن ذبح اللحوم والتأكد من صلاحيتها والتأكد من الوضع الصحي للقائمين على الذبح والتصدير. طب دكتور حسام، احنا قرينا في الخبر ان محافظة الشرقية هي يعني اللي كان فيها الاقبال الاكبر، ثم محافظة الدقهلية. هل هي يعني بالتوازي في كل محافظات الجمهورية، ولا حضراتكم مقسمينها مراحل؟ هي بداية هي في 27 محافظة، مش مراحل، هي انطلقت في 27 محافظة لكل المواطنين في نفس الوقت. فكرة انه المحافظة الفلانية هي رقم واحد، دي مسألة متغيرة بتغير الايام، يعني دي مش مسألة ثابتة. يعني النهاردة يوم 2/7 كانت محافظة الشرقية فيها تقدم أكثر الخدمات، يوم 1/7 كانت محافظة المنوفية، فده نوع من التحفيز ما بين المحافظات، لكن ده مش شيء ثابت. يعني النهاردة ممكن تبقى القاهرة، بكرة يبقى المنوفية. النهاردة مثلا في زيارة للسيد الوزير لمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال المبادرة والحملة في القرى الأكثر. احنا نتحرك على المستوى الجمهورية كلها بجميع محافظاتها للوصول بالخدمة الصحية إلى أعلى مستوى مقدم خلال 100 يوم دول.
طب دكتور حسام، يعني ما اقدرش الحقيقه حضرتك تكون موجود معانا وما اسالش حضرتك عن يعني قوائم الانتظار وهذا يعني الانجاز الكبير الذي تحقق، لان كان مرصود رقم في البدايه، ولكن الحمد لله بفضل ربنا يعني من بدايه هذه المبادره الهامه جدا، المبادره الرئاسيه الصحيه، وحصل انجاز كبير. اهم التطورات اللي حدثت مؤخرا في القضاء على قوائم الانتظار بالنسبه للعمليات الجراحيه خاصه، وايضا دخلت تخصصات مختلفه في العمليات الجراحيه. يعني مبادرة السيد الرئيس للقضاء على وقت الانتظار غير المبرر قبل دخول العمليات أو قبل الحصول على الإجراء الطبي الجراحي، النهارده بنتكلم على رقم أكثر من 1,700,000. مبادرة قوائم الانتظار هي من المبادرات المشمولة في 100 يوم صحة، لأنه بعد ما بيتم الكشف إذا لا قدر الله كان هناك احتياج إلى تدخل جراحي، بيتم تحويل المريض من خلال الحملة إلى الغرفة المركزية لقوائم الانتظار عشان يبدأ يدخل في الإجراءات اللازمة قبل تدخل جراحي، حيث في مجموعة من الفحوصات طبعا لازم تتعمل. بيتم عمل هذه الفحوصات، بيتم تحديد المستشفى اللي هيتم فيها التدخل، وعمل ذلك يتم من خلال مبادرة السيد الرئيس وبمجان تماما. طب دكتور حسام، لأي من المشاهدين اللي بيتابعنا الآن وعايز يستفيد من مبادرة 100 يوم صحة يعمل إيه بالظبط؟ إيه نصايح حضرتك؟ يا إما يتوجه إلى أي من الوحدات الرعاية الأساسية اللي موجودة في المحافظة، عندنا أكثر من الجمهورية أكثر من 5,000 وحدة صحية، أو هناك أماكن التجمعات بيبقى فيها القوافل المتنقلة، وعندنا أكثر من 62 قافلة متنقلة وعيادات متنقلة، أو يتصل بالخط الساخن 15-33-5 الخاص بالمبادرة عشان يدلوه على أقرب مكان يمكنه أن. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، كنت ضيفي الكريم عبر الهاتف. يعني عودة مرة أخرى لضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. أستاذ صبري، زي ما سمعنا مع حضرتك والسادة المشاهدين للدكتور حسام عبد الغفار، هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية، وقبل أن ينضم إلينا دكتور حسام كنا حضرتك بتتحدث عن اهتمام الدولة المصرية بالاستمرار رغم كل التحديات والأزمات الراهنة الموجودة الآن في ملف الصحة، لأن الدولة أصبحت تؤمن بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية زي ما تفضلنا قبل مداخلة دكتور حسام من أهم الحقوق بالنسبة للمواطن المصري، لازم يحصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وجزء منها أو في القلب منها الحقوق الصحية بشكل مناسب وبشكل يليق بكرامة المواطن. فالسيد الرئيس أطلق زي ما تفضل دكتور حسام حوالي 14 مبادرة، أنا في وجهة نظري إن هي أهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لأن كان في مرضى ممكن بيموتوا وهو في انتظار العملية الجراحية. كان عندنا يعني ممكن تمتد لأكثر من سنة قوائم انتظار في عندنا في معهد القلب في مستشفيات المتخصصة في مجال السرطان، فدي مبادرة مهمة جدا بنشكر السيد الرئيس عليها جدا. أكيد دكتور، أكيد أستاذ صبري، خاصة وإن في كلام دكتور حسام ومتابعتنا للمبادرات الرئاسية الصحية، يعني قوائم الانتظار أيضا فيها مرونة، فكرة تخصصات جديدة صحيح. بتدخل إليها يعني على حسب الاحتياجات وعلى حسب صحيح. الفحوصات المختلفة اللي بتتم بشكل كده يعني شامل في كل محافظات الجمهورية. خلينا ننتقل مع حضرتك والسادة المشاهدين لهذا الخبر الهام، حيث أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الاثنين الاعتداءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد بيان رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لا سيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة والقائمة بالاحتلال. وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، مطالبة الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
استاذ صبري، واحنا بنتحدث عن القضيه الفلسطينيه نتحدث عن قضيه العرب الاولى والقضيه التي تحظى باولويه لدى القياده السياسيه. صحيح. وتاريخ طويل من 1948 حتى الان، ويعني لما كان في مشكله بالاعتداءات اكثر من مره، ومصر ورئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه نجحت في وقف هذه الاعتداءات، وكان في حتى خطه اعمار قطاع غزه. صحيح. بقيمه 500 مليار دولار، وكان في 500 مليون دولار وكان في شركات مصريه كثيره جدا في قطاع غزه. في مشهد يعني حقيقه واحنا بنتحدث عن هذا البيان الهام، في مشهد كان مؤثر جدا في الاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على ثوره 30 يونيو المجيده. قطاع غزه كان في مسيرات ضخمة بالسيارات والأعلام المصرية وصور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمشاركة من أشقائنا الفلسطينيين، فرحة المصريين. صحيح. بمرور. صحيح. يعني 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، كيف قرأت هذا البيان واهتمام الدولة المصرية يعني اللامحدود بوصول لحل للقضية الفلسطينية؟ مصر دايما داعم أساسي وقوي للقضية الفلسطينية وللأخوة الفلسطينيين وقضيتهم في الحصول على أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967. ده صحيح. زي ما تفضلت حضرتك، مصر قدمت عدد لا نهائي من الشهداء منذ 1948، منذ النكسة الكبيرة واحتلال فلسطين، وما زالت حتى الآن تقدم الدعم. ومصر بتعمل في القضية الفلسطينية على مجموعة مسارات بشكل متوازي، المسار السياسي اللي هو بين ايدينا دلوقتي، واللي هو عمليه الضغط على قوه الاحتلال الاسرائيلي لوقف الاعتداءات او العدوان الذي تقوم به من وقت لاخر، مع اجراء اتصالات مع الطرف الامريكي والاطراف الدوليه الفاعله لوقف هذه الانتهاكات وهذه وهذا العدوان المتكرر. ثم لدينا الجانب الانساني وهو فتح معبر رفح للحالات الانسانيه لدخول المؤن والمواد الغذائيه والمواد الطبيه، وفي قوافل طبيه مصريه بتزور غزه من وقت الآخر. ثم عندنا الجزء الأهم أو المسار الأهم، وهو مسار المصالحة الفلسطينية. وأنا في وجهة نظري إن نحن الآن إسرائيل الآن في العصر الذهبي لها للأسف الشديد، لأن المنطقة العربية لم تمر بما تمر به الآن حتى في سنة 1948 وقت احتلال أو وقت النكسة العربية. لأن على الأقل عندنا حوالي مجموعة من الدول الكبيرة بتقاوم الفناء، عندنا في ليبيا، عندنا في اليمن، عندنا سوريا، عندنا مؤخرا السودان والعراق، وحتى مجموعة ما يسمى دول المقاومة أو محور المقاومة أو دول الطوق أصبحت تعاني مشاكل كبيرة جدا. يعني لم ينجو من هذا المصير الأسود سوى مصر، وربنا يحفظ مصر ويحفظ جميع البلاد. إسرائيل بتمارس العربدة بشكل مفاج، وما تقوم به على مدار التاريخ هو يعني يصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، لأن الغارات على المدن، قتل المدنيين، هدم المنازل، تجريف المستشفيات، تجريف الطرق، كل دي حاجات أو أفعال مصنفة بأن هي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. طيب ليه ما حدش بيقف أو يتصدى؟ لأن زي ما قلنا من شوية أن الدول العربية في أضعف حالتها في المرحلة الراهنة. الاتحاد الأوروبي لم يعد قادرا على مواصلة دور فاعل في القضية الفلسطينية، نظرا طبعا لانشغاله في الملف أو الحرب الأوكرانية. روسيا برضو باعتبار أن هي قطب كبير أو قوة دولية كبيرة لم تعد برضو مهتمة بالقضية أو قضايا المنطقة العربية بالشكل المهم، لأنها برضو عندها الأزمة الأوكرانية. اللاعب أو الفاعل الكبير والأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهي داعم باستمرار للعدوان الإسرائيلي. ونتذكر أن البيان اللي صدر أمس من الخارجية الأمريكية قال أن من حق إسرائيل أن هي تحمي وتدافع وتحفظ أمن شعبها، في تبرير واضح وفج للعدوان الذي استمر على مخيم جنين وقتل فيه حوالي 9 في أقل من 24 ساعة. للأسف الشديد. فإن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين. والأهم في هذا الملف هو المصالحة الفلسطينية، لابد أن تتم. ليس من معقول أن يواجه الأخوة الفلسطينيين عدو واحد وهم في حالة انقسام منذ عام 2007.
ففكره توحيد الصف الفلسطيني ده اكيد ده اكيد لان في دوله تحت الاحتلال، في شعبي بيعاني، فلابد من توحيد الجهود، توحيد الصف الفلسطيني. وده اللي بتنادي بيه دايما القياده السياسيه في مصر، بانه حتى استضافت اكثر من مره حوار فلسطيني فلسطيني لتوحيد الصف الفلسطيني ضد القضيه ضد الاحتلال الاسرائيلي وتوحيد الاراء في القضيه الفلسطينيه. نامل ان شاء الله يعني ان يتحقق يوما ما، ويكون يا رب يعني في القريب العاجل للقضيه الفلسطينيه، السلام للشعب الفلسطيني كله يا رب ان شاء الله ولسائر الشعوب العربيه. نذهب مع حضراتكم الى تقرير عن جهود الدوله لسد الفجوه الغذائيه، حيث تقوم وزاره الموارد المائيه والري بتنفيذ خطه مشروعات متكامله لمواجهه الاحتياجات المائيه المتزايده، منها المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء أكبر محطة للصرف، وأيضا تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلا من الري التقليدي بالغمر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي والقطاعات الأخرى. من جانبه أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية إن الدولة تقوم بتنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية لضمان توفير المياه اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة، مع ضرورة التوسع في الزراعة لسد الفجوة الغذائية الحالية. وأكد أن الحكومة خلال السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت استراتيجية قومية لتنمية الموارد المائية ومواجهة النقص المائي الذي يصل إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً. يعني هناك جهود يعني حقيقة حثيثة شيئا فشيئا بتحدث من قبل الدولة المصرية أستاذ صبري فيما يخص يعني منظومة الري بشكل عام، وفكرة مواجهة الفقر المائي، وللأسف الشديد فكرة الأمن الغذائي هي قضية تشغل بال العالم أجمع، ومصر طبعا يعني بتشتغل على هذا الملف كثيرا، وأيضا فكرة الأمن المائي، لأن هناك يعني من يتحدث خبراء عالميين على أن الحروب القادمة هي حروب من أجل المياه والغذاء. مشروع تبطين الترع يعني من بدايته كان الهدف الأساسي منه يعني فكرة إرشيد وتوفير حوالي 5 مليار متر مكعب من المياه التي كانت يعني للأسف الشديد يعني بتستهلك بشكل مفرط. كيف ترى هذا الملف أستاذ صبري وجهود مصر في يعني الحقيقة مواجهة هذه الأزمات سواء أمن غذائي أو أمن مائي؟ الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013 لم تعد تدار بالمنطقة القديمة، هو يوم بيوم، بمعنى هناك الدولة تضع استراتيجيات مهمة وطويلة الأمد لكافة الملفات، زي ما كنا بنتكلم عن الملف الصحة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لدينا الآن ملف المياه، ومصر من أوائل الدول التي تعمل على تحسين وجودة المياه واستصلاح وزراعة الأراضي، بمناسبة أن دي من أهم أو أخطر القضايا اللي هي نتيجة تأثيرات المناخية. ومصر بعد استضافة مؤتمر المناخ حظي المشروعات القومية في مجال المياه باهتمام وترحيب المجتمع الدولي كله. مصر لديها استراتيجية مهمة جدا في موضوع المياه، وهي الاستراتيجية القومية للمياه. الاستراتيجية دي بتقوم أو بترتكز على مجموعة من المشروعات أو المسارات، وفي في القلب منها مجموعة من الخطط الخمسية، حوالي 6 خطط خمسية، لأن هي الاستراتيجية بدأت في 2020 وممتدة حتى 2050. الاستراتيجية دي بتسير في مجموعة المسارات زي ما تفضلت حضرتك. أول حاجة ترشيد استهلاك المياه، تاني حاجة البحث عن طرق بديلة، ومن هي تحلية مياه البحر، ثم معالجة مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الزراعي لاستخدامها في الزراعة. وعندنا محطات كبيرة جدا، عندنا مثلا محطة في الحمام دي تعتبر أكبر محطة معالجة على مستوى العالم. ثم عندنا بعد كده موضوع تبطين وتأهيل الترع، والمشروع ده مهم جدا جدا يعني، وباعتبار أن أنا حد يعني من أصول ريفية، فأنا كل ما أروح بلدي في محافظة البحيرة بشوف فعلا المشروع ده مهم جدا، لأنه هو وفر كتير جدا من المياه اللي كانت بتهدر في الموضوع ده. ثم عندنا بعد كده اللي هو شق نهر الصناعي العظيم، ده طبعا من ضمن الاستراتيجية المهمة جدا لترشيد المياه وإعادة استخدامها بعد معالجتها في الزراعة. والمشروع ده
يعني بيهدف لزراعة حوالي 2.2 مليون فدان باستخدام المياه الناتجة عن المعالجة في زراعة من النهر الصناعي العظيم. عندنا أيضا في هذه الاستراتيجية موضوع في كمان التوسع في التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة كمان لمواجهة وسد الفجوة الغذائية كما ذكرنا في الخبر، لأن قضية الأمن الغذائي يمكن هي قضية بتشغل بال العالم كله، ولكن تحديدا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية يعني أخذت تطفو على السطح يعني زي ما بنقول. ده حقيقي وهو في الأساس منها اللي هو موضوع المية، لأن توفير المياه لزراعة كل هذه المساحات هو أمن قومي، يعني مسألة توفير المية خاصة بعد الأزمة اللي احنا بنواجهها في موضوع سد النهضة. فاحنا لدينا يعني مصر دايما بتصنف ان هي ضمن الدول اللي هي داخلة في الفقر المائي، احنا عندنا نصيب الفرد أقل من النصيب العالمي، محتاجين حوالي 75 مليار متر مكعب بالإضافة لحصتنا من 55 مليار متر مكعب من نهر النيل. يعني نأمل إن شاء الله أن تستمر الدولة المصرية في هذه المشروعات القومية الواعدة. وننتقل إلى خبر آخر هام وتقرير اقتصادي، حيث أعلنت مصافي التكرير الهندية البدء في دفع ثمن بعض واردات النفط من روسيا باليوان الصيني بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لرويترز، حيث تضطر العقوبات الغربية موسكو وعملائها لإيجاد بدائل للدولار لتسوية المدفوعات. وأدت العقوبات الغربية بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى تحول تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادرات موسكو وهو النفط، مع بروز الهند كأكبر مشتري للنفط الروسي المنقول بحرا حتى في الوقت الذي تبحث فيه عن طريقة لدفع الثمن في ظل عقوبات متغيرة. وسجلت واردات الهند من النفط الروسي رقما قياسيا خلال شهر يونيو الماضي لترتفع للشهر العاشر على التوالي. وقال رئيس قسم تحليل بيانات النفط الخام في مؤسسة كيبلر فيكتور كاتونا إن أحجام الواردات اليومية من النفط الروسي إلى الهند قد قفزت إلى 2.2 مليون برميل يوميا. أستاذ صبري، في يعني وإحنا بنتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية هناك بعض الملامح التي تغيرت وتتغير في شكل العالم كله، ولا نتحدث فقط سياسيا والقوى التي تتبدل والتحالفات الجديدة، ولكن نتحدث أيضا اقتصاديا. والحديث دائما منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية عن وجود بدائل للدولار، وأن الدولار لم يعني يكون في المستقبل هو العملة السائدة في العالم، وهناك بدائل زي ما شفنا في هذا الخبر، التعامل مثلا باليوان الصيني، التعامل مع روسيا بالروبل الروسي. فهل ترى هذه الخطوات ستأخذ مأخذ الجد في الفترة القادمة؟ هو طبعا الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن الدولار بيستخدم كسلاح سياسي. أمريكا بتستخدم الدولار في فرض العقوبات، بدأت كل ما بيكون في مشكلة أو أزمة ما بينها بين دول تانية بتستخدم الدولار سلاح سياسي في فرض عقوبات، وبالتالي يعني تجويع الشعوب اللي هي أمريكا بتكون غضبانة عليها. اللي بيحصل دلوقتي إن الأزمة دي بانت أكتر بعد موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ومن ضمنها كمان موضوع تقييد حركة الدولار علشان تقييد الدعم المقدم لروسيا. وفرضت طبعا أمريكا ومجموعة الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي ومنع تصديره. فموضوع بقى التعامل بالعملات المحلية ده كانت محاولة من روسيا ومجموعة دول أخرى اللي هو كسر هيمنة الدولار الأمريكي. الموضوع ده تم لأن عندنا مجموعة دول بريكس، المجموعة دي من 2006، لكن النشاط بتاعها زاد في الآونة الأخيرة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية لمحاولة كسر هيمنة الدولار الأمريكي واستخدام العملات المحلية. المجموعة دي شهدت محاولات كتيرة جدا للانضمام ليها، مصر انضمت ليها، الجزائر، السعودية، الإمارات، المكسيك، الأرجنتين، يعني ده تكتل كبير جدا إلى جانب المجموعة الأساسية اللي هي الصين وإيران وروسيا وجنوب أفريقيا والهند. المجموعة دي بتحاول تستخدم العملات المحلية وبتعلي منها في مقابل دولار، بتستخدمه في التجارة البينية فيما بينها، لكن للأسف الشديد هناك أزمة يعني نتمنى أنها تتحل، إن المجموعة دي برضو اقتصادها لا يساوي سوى
30% من الاقتصاد العالمي، في مقابل ان الاقتصاد الامريكي هو الاقتصاد المهيمن وبيسيطر على حوالي 85% من حجم التجاره الدوليه. لكن دي ثغره، نقدر نقول ان هي ثغره او خطوه مهمه جدا لكسر هيمنه الدولار الامريكي على السوق او الاقتصاد الدولي. يعني إذا سنتابع ما ستسفر عنه هذه الأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة. الآن يعني نصل إلى عام ونصف من بداية هذه الأزمة والتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة. أنا بشكر حياتك جزيل الشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. نورتنا يا فندم وأسعدتنا بوجود حضرتك. شرفت بكم النهاردة. شكرا فندم. أشكرك. كل سنة وأنتم طيبين. وحياتك طيب. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا، ولكن بعد هذا الفصل.